تحت الضغط. دار التربية اختارت عبد العزيز إيهاب، وقناة السويس اختارت آلاء صلاح. اتفضلوا عبد العزيز وآلاء، آلاء وعبد العزيز. جمهور بيشجع والمباراة مش سهلة. مين اللي هبتدي الأول؟ أنا. برافو عليكي عبد العزيز، اتفضل. هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. تعالي مكاني يا آلاء. آلاء عندك 10 أسئلة في 45 ثانية. اوكي. لو الإجابة مش عندك هتقولي إيه؟ باس. لو ما قلتيش باس هتفضل ساكت. هفضل ساكت. خلي بالك النتيجة بعدت، محتاج منك كل الإجابات. اتفقنا؟ تعالى نطمن على عبد العزيز كده. واضح ان سليم منقي له اغنيه جميله النهارده. جاهزه يا آلاء؟ ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دوله ليتوانيا؟ جمهوري. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويريه المسلسل الرحايا حجر القلوب؟ باص. في اي دوله خليجيه تقع مدينه الجهراء؟ اليمن. غلط. حاكم مصري نفذ مذبحة القلعة عام 1811. محمد علي. صح. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الحديد؟ FE. صح. في أي محافظة مصرية يقع وادي الريان؟ فيوم. صح. ما هي اللغة الرسمية لدولة فنزويلا؟ باس. من هو الفنان الذي قام بدور جلال في فيلم الإنس والجن؟ باس. ما هي جنسية الاقتصادي الشهير جونز هوبكنز؟ إنجليزي. غلط. من هو الشاعر اللبناني الملقب بشاعر القطرين؟ غبران. غلط. آلاء اتفضلي، كم إجابة صح؟ مش عارفة. أنت فوتتي كمان أسئلة، ما تتفوتش. أربع إجابات صحيحة بـ20 نقطة. سليم، عايزين عبد العزيز ينضم لينا. كان في كم سؤال لازم تحاولي فيه. مش هنتكلم دلوقتي. أوكي. علشان عبد العزيز ما يسمعش. عبد العزيز تعالى مكاني. عبد العزيز عايز تعرف آلاء عملت إيه ولا؟ يا ريت. ولا خليها مفاجأة؟ أربعة. اشمعنى أربعة؟ حسيتها كده. إجابتك صح. هنشوف هتعمل إيه. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة ليتوانيا؟ جمهور. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية المسلسل الرحايا حجر القلوب؟ محمد أبو هرب. غلط. في أي دولة خليجية تقع مدينة الجهراء؟ سوريا. غلط. حاكم مصري نفذ مذبحة القلعة عام 1811. صح. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الحديد؟ FE. صح. في أي محافظة مصرية يقع وادي الريان؟ وادي الجديد. غلط. ما هي اللغة الرسمية لدولة فنزويلا؟ إسبانية. صح. من هو الفنان الذي قام بدور جلال في فيلم الإنس والجن؟ مصر. ما هي جنسية الاقتصادي الشهير جونز هوبكنز؟ ألماني. غلط. من هو الشاعر اللبناني الملقب بشاعر القطرين؟ من هو الفنان الذي قام بدور؟ باص. كان ممكن تفكر لعلمك، ده كان اخر سؤال، كان العاشر. كم اجابه صح؟ اتفضل يا عبد العزيز. أربعة. برافو عليك. كان ممكن تحاول في سؤال بتاع لبنان. صح. مطران مش جبران. انتوا الاثنين اربع اجابات صحيحه بـ20 نقطه. نحيي كلنا آلاء وعبد العزيز. اتفضل. النتيجة اتغيرت. دار التربية كنتوا 80 واربع اجابات صحيحة يا عبد العزيز، بقيتوا 100. هيئة قناة السويس كنتوا 35 و20 نقطة يا آلاء 55. الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل الرحايا حجر القلوب؟ عمار الشريعي. في أي دولة خليجية تقع مدينة الجهراء؟ في الكويت. من هو الفنان الذي قام بدور جلال في فيلم الإنس والجن؟ شفت؟ مش فاكر. عادل إمام. عادل إمام. فيلم الإنس والجن. ما هي جنسية الاقتصادي الشهير جونز هوبكنز؟ أمريكي. والسؤال الأخير، من هو الشاعر اللبناني الملقب بشاعر القطرين؟ خليل مطران. مين؟ مطران. بالظبط كده، خليل مطران. شفتوا بقى ان في اجابات كانت موجوده عندكم؟
انتوا الاثنين. المباراة ما زالت صعبة، فرصتكم في الفقرة اللي جاية. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.